احذر هاته إعراض السكتة الدماغية التي تؤدي الإنسان إلى الموت أو العجز الكامل. تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية. يمكن للعلاج المبكر أن يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى. في حال تعرض شخص أمامك لسكتة دماغية، فيجب الاهتمام اهتماما خاصا بوقت بدء الأعراض. يمكن إنقاذ المصاب خلال ساعات اليول. تشمل مؤشرات وأعراض السكتة الدماغية ما يلي: أولا، مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون. ثانيا، شلل أو خدر بالوجه أو الذراع أو الساق، وغالبا ما يحدث ذلك في جانب واحد من الجسم. أطلب من المصاب رفع ذراعه فوق رأسه في نفس الوقت. إذا بدأت إحدى ذراعه بالسقوط، فربما يكون مصابا بسكتة دماغية. ثالثا، قد يهبط أحد جانبي الفم عند محاولة الابتسام. رابعا، مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين، بالشعور فجأة بتغيم الرؤية أو رؤية سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما. خامسا، الصداع. قد تشير الإصابة بصداع مفاجئ وشديد، قد يكون مصحوبا بالقيء أو الدوار. سادسا، صعوبة في المشي، بالتعثر أو فقدان الاتزان في الأطراف. إذا لاحظت أحد هاته الأعراض قم بميلي. إذا كانت الإصابة في الوجه، أطلب من الشخص أن يبتسم. هل يتدلى جانب واحد من الوجه؟ أما إذا كانت في الأذرع، أطلب من الشخص رفع كلتا ذراعيه. هل تنحدر ذراع واحدة نحو الأسفل؟ أم أنه غير قادر على رفع ذراع واحدة؟ وعند عدم القدرة على الكلام، أطلب من الشخص تكرار عبارة بسيطة. هل طريقة كلامه مشوشة أو غريبة؟ هنا ابدأ حساب الوقت. إذا لاحظت أي من هذه المؤشرات، فاتصل بالطوارئ في بلدك على الفور. لا تنتظر حتى ترى هل ستتوقف الأعراض أم لا. كل دقيقة لها أهميتها. كلما طال وقت عدم معالجة السكتة الدماغية، زادت احتمالية الإصابة بتلف الدماغ والعجز. في حالة وجودك مع شخص تشك في إصابته بسكتة دماغية، فقط راقبه بعناية أثناء انتظار المساعدة الطارئة. الأطباء ينصحون بنشر هاته الفيديوهات للتوعية، لذا أنشر الفيديو لعلك تكون السبب في إنقاذ أشخاص.